تقول الأخت من الجزائر أيضا: الرجال عندنا يسيرون الثياب، وإذا نصحناهم يقولون بأن الإسلام ليس في المظهر، فلماذا توجهون مثل هؤلاء مأجورين؟ بل الثياب وما نزل عن الكعبين هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للرجال أن يسيروا ثيابهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خللا لم ينظر الله إليه. أي حد لباس الرجل إلى الكعبين، هذا هو حد لباس الرجل. وقولهم إن الإسلام في القلوب هذا كلام باطل، الإسلام في القلوب يظهر على الجوارح بالالتزام وطاعة الله ورسوله، أما أنه يباشر المعاصي ويسبي الثياب ويعمل المحرمات ويقول الإيمان بالقلب هذا كلام باطل، وكثير ما يردده بعض الجهال أو بعض أصحاب الأهواء. نعم.